السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات مبادئ الإلكترونيات. ومحاضرة اليوم هي استكمال للوحدة الأولى، احنا لسه بنتقدم شوي شوي في المادة، بعنوان سيمي كوندكتور دايود. واليوم هنتكلم عن السيمي كوندكتور دايود، ولكن هذه المحاضرة فضلت اني اقسمها لجزئين. الجزء الأول هنتكلم عن البي ان جنكشن ونفهم ايش يعني بي ان جنكشن، ومن ثم نتقدم في اللي هو خصائص الدايود وكيف الدايود بصير. في الحقيقة بي ان جنكشن، من وين اجى البي ان؟ تتذكر في المحاضرة اللي فاتت تكلمنا على البي تايب ماتيريال والان تايب ماتيريال. اذا الان احنا بصدد انه نجمع البي تايب مع الان تايب ونشوف ايش بصير معنا. فحيتكون عندي جنكشن اللي هي التقاطع، والصورة التعبيرية اللي موجودة امامكم هي عبارة عن دايود. هذا الدايود طبعا صغير جدا، بس هنا مكبر شوية، واذا بتلاحظ في ستريب هذا وله رقم الدايود. كل دايود له رقم، هذا الرقم لو حطيته على الانترنت بتطلع الداتا شيت تبعته عشان تعرف ايش خصائصه. هذا الدايود الإشارة أو الشريط السيلفر هذا بيعطي لك فكرة إنه هذا الان تايب ماتيريال وهذا البي تايب ماتيريال، وهذا قطب السالب هذا قطب إيش الموجب. هيك أنت بتتعرف عليك فني إلكترونيات متخصص في هذا المجال. الشغلة الثانية إنه هذول أسلاك توصيل، أسلاك توصيل طرفين أضيفوا على مادة السيمي كوندكتور ماتيريال الان تايب والبي تايب عشان أقدر أستفيد منه في توصيل التيار الكهربي. المحاضرة هذه جاية في كخلاصة لما سبق. إيش معنى كخلاصة لما سبق؟ تعتمد على كل اللي فات وبالتحديد على الـ N-Type Material والـ B-Type Material. خلينا الآن مع بعض نشوف إيش خصائص هذه المادة. كل ما هنالك هروح أجيب أنا دايود من السوق وأشبكه على مصدر فرق جهد. مصدر فرق جهد بيعطيني سالب وموجب وموجب وسالب زي ما بدي، وبغير الجهد وبقيس التيار اللي مارر زي كأنك حاطط مقاومة. مجرد ما انت تحط المقاومة كل ما زدت الجهد بزيد التيار، بزيد الجهد بصير العلاقة ايش؟ علاقة طردية. انتبه معايا، لما انا وصلت القطب السالب اللي هو الخط الاسود هذا مع الطرف الان تايب ماتيريال، واخدت القطب الموجب اللي هو السلك الاحمر ووصلته مع الطرف الموجب، هذا يعتبر توصيل امامي، ويكون الدايود في حالة الان. نحكي اكتر على الموضوع من خلال انه الدايود هو في الحقيقة عبارة عن N type material، N material على اليمين وال B type على الشمال، جمعناهم مع بعض فكون device سميناه الدايود. متى صار دايود؟ لما حطيت له السلك الاول والسلك الثاني. حنقوم الان بتوصيل الجهد الموجب على الطرف الموجب والجهد السالب على الطرف السالب، فيتدفق التيار في هذا الاتجاه، والتيار بوحدة الملي امبير كان 12.7، وفرق الجهد قد ما انت تزيد فرق الجهد لا يتغير عن 0.7، وحنعرف ليش. اما بالنسبة للتوصيل الاخر لما عكست السالب صار مع الموجب، حطيت السالب على الموجب وحطيت الموجب تبع البطارية على السالب تبع الدايود، فالتيار توقف مهما زدت فرق الجهد يتوقف التيار. لو حبيت ارسم العلاقة لقيته انه التيار بيساوي صفر طول ما انا في المنطقة السالبة، لما بروح على الانحياز الامامي وفي المنطقة الموجبة يتقدم التيار الى بيكون صفر لعند ما يوصل 0.7 ثم يرتفع بشكل سريع جدا. هذه الخصائص التي جعلت من الدايود ذو فائدة عظيمة، ويختلف سلوكه عن سلوك ايش المقاومة. المقاومة كانت ايش؟ عبارة عن علاقة طردية للجهد والتيار، اما هنا العلاقة غير خطية بل معقدة جدا. هي صح معقدة جدا لكن عملت لي تطبيقات هائلة جدا، حنتكلم على هذه التطبيقات خلال دراستنا لإيش لهذا الفصل. ولكن هذه الرسمة بدي إياك تضلك متذكرها لأنه حنستفيد منها في المحاضرة الجاية. قبل ما نوصل للمحاضرة الجاية في عندي بعض الأساسيات اللي بدي إياك تعرفها. إيش هو البي أن جنكشن؟ البي أن جنكشن هي عبارة عن بي تايب ماتيريال مع الان تايب ماتيريال، جمعناهم مع بعض فكان عندي على الطرف اليسار البي تايب ماتيريال بسميه القطب الموجب، وعلى اليمين اللي هو الان تايب ماتيريال بسميه الطرف السالب. إذا الدايود في الحقيقة هو سيمي كوندكتور ماتيريال half doped with B-type region وthe other half doped with N-type region، والB-N junction تكونت في الوسط ما بينهم وأصبح لدي منطقة بسموها depletion region. ظهرت لديك كلمات جديدة B-N junction depletion region، كيف تكونوا حنجي لهم بعد شوية. لكن خلينا ناخد الديود السيميكوندكتور ديود اللي هو B-N junction، لما بتصنع بيخرج لك بالصورة هذه، هذا هو N-type وهذا هو B-type. ولما قلت لك المنطقة اللي باللون السيلفر هذه اللي مغطى بالسيلفر، اعرف انه هذا هو الان تايب وهذا هو الطرف السالب. فلما بدك توصل في الدائره الكهربيه بتبقى ايش عارف هذا الكلام. لما بتيجي ترسم الدايود في الدائره الكهربيه بيظهر على شكل ايش؟ على شكل سهم
بهذا الشكل وعليه إشارة سالب. هذا اللي هو الطرف الموجب، هذا هو الطرف السالب. الآن لو أنت طلعت على المنطقة هاي، هذه بشير إلى اتجاه التوصيل التيار الكهربي. لو إجت طلعت على الديود في هذا الاتجاه، لو وصلت الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، فالتيار يتدفق في هذا الشيء. لو وصلته بالعكس فبيعيق اتجاه التيار. إذن الرسمة هذه لازم تعطي لك فكرة كيف الديود بده يكون on ومتى بيكون off. بيكون on لما بتحط الموجب على الموجب والسالب على السالب، هيك بيكون on وفي اتجاه مين؟ مرور التيار. هذا راس السهم وفي عندي إشارة خط بهذا الشكل. إذن السيمي كوندكتور ديود is a PN junction diode. It has two terminal. وإلها two terminal. يعني بدون الوصلتين هدول إيش بيكون عندك؟ PN junction. بدون الخطين هدول، بدون الوصلتين هدول بيكون عندك PN junction. لما بيطلع منهم طرفين بيصير عندك إيش؟ ديود. إذن في الآخر ما هو الديود؟ هو PN junction. B-type material مع الانتر material. كيف تم تصنيعهم؟ كيف تكونت الديبليشن ريجين؟ خلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو اللي حيوضح لي كيف تكونت، وهذا كل المطلوب منك. مش مطلوب منك اكثر من هيك، انت مطلوب منك تفهمها عشان تقدر ايش تستفيد منها بعد ذلك. تطعيم ان تايب ماتيريال، بطعمها بالبي تايب ماتيريال. فلاحظ انه انا حطيت هنا زي ماسك، هذا الماسك اللي بغطي او بيحجب اللي هو جزء من الماده وبسمح لجزء اخر. فلما بتطعم بهذا الشكل لاحظ انه صار عندي ما بين الN type material والB type material منطقة في الوسط. هذه المنطقة اللي هي منطقة التقاء الN type material مع الB type material. وإذا أنت بتتذكر من المحاضرة اللي فاتت، لدي وفرة من الإلكترونات هنا ولدي وفرة من الهولز هنا، فلما بجمعهم مع بعض صار عندي إيش؟ صار عندي طبعا كيف بدي أدمجهم مع بعض، اللي باللون الغامق هذه الإلكترونات، واللي باللون الفاتح هذه الهولز، الموجب هذا الدونر ايونز او الدونر اتومز، واللي بالسالب هو الاكسبتورز، هذول اللي موجودين كمطعمات. الان لما جمعتهم مع بعض ترغب الهول في الالتحاق والاتصال مع مين؟ مع الالكترون، والالكترون تذهب الى مين؟ الى الهول، فتترك الالكترونات ذراتها المتطوعه الدونرز وبتتركها على شكل ايون موجب. اما الذي اكتسب الكترون وعبى الفراغ اللي هو الاكسبتور، عبى الفراغ فصار ايون سالب. ليش؟ لانه ذره البرون اجاها الكترون كمل الشبكه البلوريه وعبى الفراغ فاكتسب طاقه، فاكتسب شحنه اضافيه فصار ايون سالب، وهذا صار ايون موجب. تستمر عمليه التدفق في هذا الاتجاه الى ان يصبح لدي مجالا كهربائيا يضاد مزيدا من الانتشار، وبالتالي الالكترون الذي يجب ان ينتقل من الان تايب للبي تايب لازم يغلب فرق الجهد الذي تكون، فبالتالي اصبح لدي في المنطقه هذه منطقه استنزاف، هذه بنسميها الديبليشن ريجن. اذا منطقه الديبليشن ريجن هي منطقه تكون فيها منزوعه الالكترونات الحره او الموصلات الحره او حاملات الشحنه الحره. رقم 2 يكون فيها شبكه من الايونز الموجبه في الان تايب ماتيريال وايونات سالبة في البي تايب ماتيريال. وحاول تتذكر ايش السبب انه هذه ايونات موجبة وهذه ايونات سالبة. ايونات موجبة ليش؟ لانه هذه ذرات خماسية التكافؤ كانت متعادلة كهربيا لان الالكترونها كان بيسبح معاها، وبالتالي عدد البروتونات مع عدد الالكترونات زي بعض. لكن لما خربت من البي تايب ماتيريال انتقل الالكترون بطبيعة الحال لانه حر الى الجهد الموجب، فترك الذرة ايش؟ بشحنة اضافية موجبة لأنه الإلكترون شرد، فهاي تعتبر أيونات موجبة. الآن الأيونات الموجبة هاي كونت حاجز جهد، فتكون مجالا كهربائيا هذا المجال الكهربي في هذا الاتجاه، وهذا كان هاي بوتنشال وهذا لو بوتنشال. فالإلكترون إذا دخل في المنطقة هذه وين برجع؟ برجع تاني. أي لما بتحرك عكس المجال، أحسنت. فأي إلكترون يقع في يعني معاه طاقة حركية بيوصل لعند هنا، لكن برجعه مين؟ المجال، لأنه طاقته أقل من طاقة الجهد. فهذه المنطقة التي تكونت في الوسط بنسميها منطقة جهد، وهذا الجهد للسيليكون طلع قيمته 0.7 فولت. وبالتالي أي سيليكون، أي ديود من السيليكون عشان يوصل التيار الكهربي لازم الجهد اللي مركبه على البطارية، جهد الانحياز، يكون أكبر من 0.7. لأنه إذا كان أقل من 0.7 مش حيقدر الإلكترون يفلت. هذا بالنسبة لمنطقة. إذا إيش تعلمت من الشريحة هاي؟ تعلمت إنه لما بجيب أنا البي أن جانكشن، لما بجيب الإن تايب ماتيريال بدمجها مع البي تايب ماتيريال تتكون وصلة بسميها البي أن جانكشن. إيش خصائص هذه الوصلة؟ إنه في عندي منطقة استنزاف يكون فيها حاجز جهد،
بوتنشال بارير، اسمي سميها بوتنشال بارير، حاجز جهد قيمته 0.7 للسيليكون، 0.3 للجرمانيوم، و 1.2 لمين؟ للجاليوم أرسنايد. هذا حاجز الجهد كيف تكون؟ بتكون في لمح البصر، ما بياخدش وقت، مجرد بنحطه مع بعض تنتقل الالكترونات، تترك ايونات موجبه، بصير ايونات سالبه، بتكون فرق الجهد، بتتوقف الانحياز، بصير منطقه، بصير هنا كله ايش؟ الكترونات، هنا كله هولز. ماذا في منطقه الوسط؟ في عندي بوتنشال بارير. ماذا لو اخذت البي ان جنكشن او السيمي كوندكتور دايود وحطيته على الطاوله عندي، اي لم اطبق عليه فرق جهد، ما وصلتش فرق جهد، ماذا يحدث؟ منطقة الاستنزاف موجودة، تدفق الإلكترونات من الشمال لليمين صفر. إذا عندما يكون الديود غير متصل مع أي بوتنشال، هذا بنسميه نو أبلايد بايس، نو أبلايد بايس، بايس انحياز، والانحياز هنا معناته انحياز إيجابي أو انحياز سلبي، هنا ما فيش انحياز تماما، يعني ما فيش فرق جهد مطبق. فالتيار بيساوي صفر، والجهد الذي يتكون على الديود بنسميه بيساوي صفر. إذا in the absence of applied bias across the semiconductor diode the current is zero. وهيك انت بتكون شايف السيمبل تبعك ID معناته تيار الديود، و VD الجهد المطبق على الديود، no bias zero zero. الآن ماذا لو طبقت جهد سالب؟ لو طبقت جهد سالب ماذا ستضع هنا؟ هتحط على الطرف هذا، مش هذا البي تايب، هذا البي تايب يا شباب، وهذا الان تايب. فلما بتحط قطب سالب للبطارية على البي تايب وقطب موجب على الان تايب، فانت ايش عملت؟ عملت ريفيرس بايس. وفي الحالة هذه، في الحالة هذه سوف يكون الجهد السالب، سوف الجهد السالب ايش هيعمل؟ هيسحب الهولز في اتجاهه. والجهد الموجب ايش هيعمل في الان تايب ماتيريال؟ هيسحب الالكترونات في اتجاه القطب الموجب. فتزداد الأيونات الموجبة وتزداد الأيونات السالبة في البي تايب ماتيريال، مما يعمل على زيادة اتساع منطقة الاستنزاف. وفي هذه الحالة يكون التيار بيساوي صفر. إذن هنا لما أنت بتطبق جهد عكسي على الديود بيمنع مرور التيار، بيمنع مرور التيار. قلت لك هذا الكلام، الديود هو الصمام، كان اسمه بالعربي الصمام الثنائي. ايش معنى صمام ثنائي؟ لو انت طلعت على عضلة القلب، ماذا يوجد ما بين البطين والأذين؟ الا يوجد صمام؟ ايش وظيفة هذا الصمام؟ انه يسمح بدخول الدم من يتدفق الدم من الأذين الى البطين، لكن اذا حب يرجع بسكر. ما اعظم هذا الاختراع الذي يسمح للتيار التدفق في اتجاه ويمنع في الاتجاه الاخر اذا تغيرت القطبية. اذا هذا ايش بنسميه؟ ريفيرس بايس. في حالة الريفيرس بايس، the number of positive ion in the N region والnumber of negative ion in the B region will increase. ينتج عن ذلك زيادة في اتساع منطقة الاستنزاف، وبالتالي بيزيد في عملية إيش؟ الفصل وعدم مرور التيار. وهذا معناته إنه the current that exists in the reverse bias condition only the current IS اللي هو saturation current. إذا سألتني إيش اللي جاب saturation current هنا؟ اتذكر المحاضرة اللي فاتت، احنا الان كل الكلام كان على مين؟ على الميجوريتي تشارج كارير. الميجوريتي تشارج كارير التي تنتقل في هذا الاتجاه بيساوي صفر. ايش هو؟ الالكترونات والهولز، فيش لهم تيار. لكن تذكر معايا انه يوجد في الان تايب ماتيريال اقلية من الهولز، ويوجد في البي تايب ماتيريال اقلية من الالكترون، وظروف التوصيل العكسي تجعل الأقلية تحت الإلكترون تتدفق في اتجاه الان تايب ماتيريال، والأقلية من الهولز تتدفق. إذن يتولد تيار صغير يعادل البيكو أمبير عند درجة حرارة الغرفة، البيكو أمبير، لأنه من وين إجت المينوريتي هاي؟ إجت من التسخين، من الحرارة. أما التيار الرسمي بيساوي صفر. التيار الرسمي لما بمر بيكون في وحدة مين؟ الملي أمبير. لما بتتكلم على البيكو أمبير يعني أقل منه بمليار مرة، ألا يعتبر مهمل؟ فحتى نكون دقيقين علميا يجب أن نحرص على ذكر كل شيء. يوجد تيار يقدر بالبيكو أمبير ناتج من الماينوتي تشارج كارير، لأنه هنا الماينوتي تشارج كارير صحصحت لأنه صارت الظروف مواتية لها. كيف يعني الظروف مواتية لها؟ جهد سالب
الكترونات في البي تايب ماتيريال ماينوريتي تولدت بالحراره عددها قليل جدا، وهولز تولدت بالحراره في البي تايب في الان تايب ماتيريال تحت القطب الموجب تستطيع ان تعبر حاجز الجهد ويتولد تيار خفيف جدا بنسميه تيار التشبع، حنتكلم عليه بالتفصيل، وهو يعتبر احد اسباب النويز اللي ممكن تولدها الاشاره في حاله الايش التوصيل العكسي، لكن قليله جدا وتهمل في اغلب الاحيان. اذا لدينا الديود لما بتلاقي هنا عليه قطب سالب وهنا قطب موجب، السالب وين جاي؟ على الطرف البي، والموجب وين جاي؟ على الطرف الان، لانه انا قلت لك الديود يرسم بالشكل هذا بي ان بهذا الشكل، فهذا انحياز عكسي. التيار الوحيد الذي يتدفق هو تيار التشبع، وفي اغلب الاحيان بنهمله، ويكون على 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 الديود يكون عليه فرق جهد، هو فرق جهد الانحياز اللي انت حاطه على البطاريه لانه توصيل على التوازي. ننتقل الان الى التوصيل الامامي. زي ما شفنا في الفيديو قبل شويه اني انا حطيت القطب الموجب للبطاريه، القطب الموجب للبطاريه على البي تايب والقطب السالب على الان تايب، ففي الحاله هذه ماذا نعمل؟ القطب السالب تبع البطاريه سيعطي الالكترونات طاقه ليدفعها في اتجاه حاجز الجهد، فتندمج الايونات الموجبه التي كانت مشاركه في حاجز الجهد عددها بقل، والهولز التي في البي تايب ماتيريال الماجوريتي تشارج كارير تندفع في اتجاه حاجز الجهد وتتحد مع الالكترونز وبتكون طبقه الانحياز الاستنزاف تبعت ايش مثلها بتقل، وهنا بيمر التيار بسهوله لانه حاجز الجهد انهار. ايش معنى حاجز الجهد انهار؟ وبالتالي بطل يمنع مرور التيار. اذا صار عندي فورورد بايس باي ابلاينج بوزيتيف على البي تايب ونيجاتيف على الان تايب، فالفورورد بايس بوتنشال برشر ذا الكترون، يعني بيضغط الالكترون في الان تايب والهولز في البي تايب تو ريكومبايند اند مع الايونز اللي هي مناظره إلها، فبتلغي الايونز وبتقلل عدد هذه الايونز مما يجعل الديبليشن ريجن تصير ارق واضعف، وفي الحاله هذه انكريزينج ذا فورورد بايس ذا ديبليشن ريجن بتصير نرور، والتيار الذي يتدفق في هذه الحاله هو تيار الاي دي. اذا الان في حاله الفورورد بايس الجهد المطبق هو حيكون في دي اللي هو بيسوي جهد الانحياز، حنشوف هذا الكلام بعد شويه في المحاضره الجايه، والتيار الذي يتدفق هو تيار اللي هو الفورورد كرنت اللي هو التيار المار في الدائره. اذا في حاله الفورورد في عندي تيار، في حاله الريفيرس لا يوجد تيار، واهمل تيار التشبع عشان ما يرخبطكاش، فبصير عندي اون اوف. ايش معنى اون اوف؟ لما بطبق عليه جهد موجب بصير اون، لما بطبق عليه جهد انحياز امامي بصير اون وبصير اوف. واضحه الفكره؟ وبالتالي لو انت شبكت تيار متردد على لايت اميتنج دايود فايش هيعمل؟ هيضوي ويطفي الدايود، هيضوي ويطفي حسب تردد الاشاره اللي داخله عليه. اذا resulting in an exponential rise of the current، وبالتالي كل ما زدت فرق الجهد هتلاقي التيار بيزداد بشكل كبير جدا. ليش؟ لانه تيجي مرحله وتنهار تماما منطقه الاستنزاف، وبالتالي الحنفيه بتفتح على الاخر والتيار بصير يتدفق بشكل هائل جدا، اي ان المقاومه تنخفض بشكل كبير جدا. اذا هيك صار انت عندك ديفايس تتحكم في مقاومته للتيار الكهربي من خلال الجهد المطبق عليه، وهذا الكلام حيتضح لك اكثر في محاضرات القادمه. اذا ايش اللي اخذناه توه؟ انه انا عندي سيمي كوندكتور دايود، البايسنج ممكن يكون زيرو بايس، ممكن يكون ريفيرس بايس، وممكن يكون فورورد بايس. في حاله النو بايس التيار بيساوي صفر والجهد المطبق عليه بيساوي صفر، في حاله الريفيرس بايس اني انا بعكس الاقطاب على الدايود، وفي هذه الحاله الفولت على الدايود هو الفولت المحطوط من البطاريه، في حين انه التيار بيساوي الاي دي. ايش بيساوي الاي دي؟ بيساوي صفر. اوكي، اما في حاله فورورد بايس ايش شايف معايا؟ انه في عندي في دي على الدايود والتيار اللي بمر هو اي دي وله قيمه تعادل بالملي امبير. هيك بكون انا وصلتك لمرحله مهمه جدا، وهو ايش البي ان جنكشن، كيف توصيل الدايود، حتى ندرس في المحاضره القادمه خصائص هذا الدايود، عشان لما نستفيد من الخصائص في التطبيقات العمليه نكون احنا فاهمين حالنا وين. اوكي، بترك لكم سؤالين اثنين فقط اللي هو السؤال رقم 13 و14 من الكتاب المقرر في صفحه 52. نلتقي في المحاضره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.